السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مطبخ مجرد فكرة مع الشيف أحمد. والنهاردة هنعمل طبخة جديدة يا رب تعجبكم. هنعمل السمك بورق العنب زي ما انتم شايفين كده، عشان ما نطولش على حضراتكم. معانا شوية مقادير، أولها ورق العنب. تمام، ورق العنب ده جاهز أو في برطمانات اللي هو اللي بتتباع جاهزة محفوظة. لو ما عندكيش جاهز يبقى تسلق ورق العنب الاول في ميه وخل وليمون وملح حوالي تلت ساعه على النار، وبعد كده ترفعيه وتسيبيه يبرد، وبعد كده هيبقى جاهز معاكي. معانا كمان شبت وكزبره عيدان سليمه، ومعانا ليمون سلايز متقطع شرايح رفيع، ومعانا بصل حلقات، ومعانا طماطم سلايز او حلقات برضو، ومعانا شبت متقطع مفروم، وكزبره متقطعه مفرومه، وملح وفلفل وكمون ورشات رشه من كل حاجه. ومعانا جمبري اختياري او سمك فيليه اختياري للحشوه السمك، طبعا السمك ده هنقوله في الاخر. ومعانا معلقه ثوم، ومعانا معلقه صلصه كبيره. السمك ده بقى حضرتك ممكن تحط سمك بوري، ممكن تحط سمك بلطي، بس راعي ان السمك يعني كل ما كانت سمكه جامده شويه او لحمها جامد شويه، يعني البوري لحمه طري زياده، البوري اطرى سمكايه ممكن تستوي معاك بسرعه، فممكن تستوي السمكايه والورق العنب ما استواش، فيبقى انت هتسوي ورق العنب قبلها شويه اكتر من تلت ساعه او نص ساعه زي ما احنا قلنا، هتقرصي عليه شويه في السوا. ويلا بينا نبتدي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبتدي في لف ورق العنب، بس قبل ما نلف ورق العنب والسمك عايزين نقول لك ان انت ممكن تسوي الطبخه دي، تسويها في طاجن او تسويها في صينيه، دي انت حريه، اقول لكم حريه التسويه. تمام، يا اما تسويها في طاسه على النار مثلا يكون ليها غطاء وتبقي تدفعي معاها، يا اما تحطيها في صينيه في الفرن برضو، تكون الصينيه دي غويطه سنه ماشي عشان تملكي ان السمكه تغطس جواها. تمام، او تسويها في طبق حراري ويخش الفرن، مفيش مشكلة أبدا في التسوية، التسوية دي بتاعتك يعني، دي بمعرفتك أنتي، بس احنا هنوريك الطريقة. يلا بينا نبتدي. بسم الله، هبتدي أفرش ورق العنب كده الأول. تمام، أفرش ورق العنب اللي معايا، وأنا جايب حوالي 10 ورقات ماشي، عشان يكفوا السمكاية. بحاول اعملهم دايرة واسعة كده بحيث ان انا املك اللف اهوت، مش زي البوري، البوري على طول بيستوي، فانت يعني هو شعور نوع كويس. والبلطي في السوى ورق العنب. يلا بينا، بسم الله. هبتدي اتبل السمكاية اهوت، اول حاجة هبتدي اتبل السمكاية من جوه ومن بره. تمام، وابتدي وانا بتبل اعصر عليها عصره ليمون ماشي، تبلت السمكه كويس جدا، ملح وفلفل، عصير ليمون، كمون، سن الثوم صغيره، طبعا بقيه الحاجه موجوده عندي، الثوم والكمون والملح والفلفل بقيتهم موجود لسه، كمان هاخد شويات من الشبت والكزبرة المفرومة اهوت ماشي. ده اللي قلنا عليه اختياري، اللي هو الفيليه، قطعتين فيليه ماشي على قد السمكاية، انا مش جايب كتير، وقطعتين جمبري او حبتين جمبري. تمام، انا كمان تبلت جوه السمكية من جوه، كمان هرش عليهم توابل، هرش عليهم كزبرة اهوت، سن التوم صغيرة، اقلب زي ما انتم شايفين كده، عملتها زي الساندوتش، هي متنضفة من جوه، وكمان جواها بقى فيه فيليه وبقى فيه جمبري، وقفل طبعا اتبلت كويس جدا، كل اللي جواها اتبل كويس جدا ماشي. بعد كده هبتدي احطها، قبل ما احطها اسف ابتدي بقى افرش او سلايزات، اخد سلايزين طماطم وبعض سلايزات الليمون برضو اهوت،
وكام حبة بصل، وابتدي اعمل زي كده فرشة، او يعني زي ما تقول كده قاعدة للسمكية من كل اللي عندي اهو. كده ورشة خفيفة ملح وفلفل وكمون، سن الثوم صغيرة ماشي تمام كده يا جماعة. كمان الصلصة اللي معايا اهو بسيط بسيط من الصلصة زي ما حضراتكم شايفين كده اهو كده كله تمام. نبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط السمكية في طرف الصينية او في طرف الورق بتاعي تمام كده، وابتدي اعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين اهو. تنيت الورق اهو اهو اهو، هسحب والف كمان لفة اهو، خلاص هي اتقفلت. والحاجات الباقي اللي عندي دي افرشها في الصينية او افرشها في الطاجن اللي انا هحطها فيه، هتخش بقى الفرن ايا كان التسوية هتتم فين، وابتدي افرشها بالبواقي اللي عندي اللي انا كنت جايبهم في الاول، اللي هم الطماطم السلايز والبصل السلايز وكل البواقي اللي عندي عموما، هحطها كأرضية ليها اهيت تمام كده. افرشها في أرضية كمان في مفروم وتوم بسيط وملح وفلفل بسيط، حاجات باقية وأهم حاجة الصلصة. تمام كده. لو لقيت نفسي محتاج شوية مية هحط نص فنجان مية بس مش أكتر اهوت، في ملح وفلفل، وأحرك كده بحيث يبقى يعني في أرضية للسمكية، وهنايم السمكية هنا اهوت تمام كده، هريحها في قلب الطاجن تمام كده. كده الطاجن معايا جاهز ان هو يخش الفرن، هسويه في الفرن، انا هسويه على الشعلة او على البوتاجاز انت وراحتك، ممكن لو انت عندك الفرن، انا بس عشان وقت الحلقة هسويه في على البوتاجاز، لان في الفرن هياخد مثلا ساعة عشان يستوي، لان السمكة على ما يوصلها حرارة جوه ورق العنب فهتاخد وقت، وممكن اكتر من ساعة، ممكن تاخد ساعة ونص، يا اما على الجريل على وش الجريل على طول وتتلف بسيلفر، انا قلت لك التسويه انت حر تختار فيها، او في طاسه وتتقفل تحط فيها سنه ميه والبخار يسوي معاكي، او زي كده تلفيها في سيلفر، دي تسويه احنا بنسويها في بعض الاحيان كده، وتقومي لفاها في قلب السيلفر وكده اهوت، وتقومي لفه السيلفر على السمكه. وليكن مثلا انا بس عايز اوريكي عشان اسهل لك الموضوع، ممكن يكون في ناس حاسه ان هو صعب اهوت، واقوم قافل اهو بس، ممكن تستوي كده كمان اهو، انا لفيتها وحطيتها هنا مفيش مشكله، واسوي كده في الفرن كده محميه، ورق العنب محمي يعني، هي انا ممكن اسويها باكتر من طريقه، وعايزك انت كمان تفكري، واحنا قلنا المطبخ مجرد فكرة، يعني انت اسمعي افكارك حتى في التسوية في مقادير، في حطي لمستك انت بعد ما تاخدي المكونات وتاخدي الطريقة، حطي لمستك انت كمان. يلا بينا نسوي. خلاص استقرينا ايا كانت الفكرة، انا هسوي معاكي على الطريقة اللي انا قلت لك سوي بيها اهو، اقفل كويس تاني في سيلفر تاني، يعني انا قفلت قبل كده في سيلفر، ادي سيلفر تاني، انا بحاول احمي السمكة عشان حتى لو عليت النار في اي مكان اللي هي هتستوي فيه ورق العنب ما ينشفش ويترميه طري معايا اهو، اقفل عليه كويس جدا، وابتدي بقى هي كده جاهزه معايا، ادخلها في الفرن او احطها على الشعلة ايا كان المكان تمام، لها ارضيه ومفيش مشكله، بس احافظ على النار، يعني لو حطيتها على الشعلة معليش النار قوي عشان ما تلدعش، لو حطيتها جوه الفرن هدي الفرن واصبر عليها وقت طويل. يلا بينا هقول لكم انا هسويها ازاي بعد ما نسويها. ساعة الا ربع، مش اقل من ساعة الا ربع، ونرجع لكم بعد شوية.
بعد ما خدت غلوه او بعد ما انا سبتها 5 دقايق النار عاليه، ابتديت اهدي النار خالص واسيبها براحتها لحد ما تستوي كده. بقى لها حوالي ساعه على النار زي ما انتم شايفين كده، النار هاديه. هبص عليها، نبص عليها مع بعض. خلاص المية نشفت، شربت المية، نطفي النار، نبتدي نرفعها من على النار بس نطمن ان هي كويسة ما شاء الله، ريحتها جميلة. شايفين لسه فيها مية اهي كده، احنا تمام. والأرضية اللي احنا حطيناها تحتها عملت حماية اهو، نشفت وعملت لها حماية. وخلاص كده احنا جاهزين نغرف، يلا بينا. كده خلصنا يا جماعة سمك ورق العنب زي ما انتم شايفين كده، استوت ورق العنب كمان استوى، كمان الحاجة اللي تحت منها اهو الجوسي طلعناها جنبها. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، لو الحلقة عجبتك اعملي لايك واعملي شير وقولولنا رأيك في الطعم لما تجربيها ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، يا رب دايما سعادة. كان معكم الشيف احمد من مطبخ مجرد فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحفظ الله ورعاك، مع السلامة. Thank you.